نجهز صباع الموز وكوباية المية ونستعد للتحدي، لأن الحركة دي محتاجة مننا كوباية مية نعنشنا وصباع موز يساعدنا على التحمل. يلا بينا. رائع. على الشباب، بعد ما اكلنا صباع الموز وشربنا قليلا من الماء، نستعد بقى دلوقتي لحركه البوش اب. بس ايه بقى؟ فلاي او سوبرمان، حركه الضغط بالوضعيه الطائره. الحركه دي يا شباب هي تحدي. بعد ما نخلص الحركه هعمل فيديو وهجمع فيديو لكم كلكم، تبعتوا لي الفيديو تمام على الواتساب او على الجروب، وهسيب لكم اللينك اسفل الفيديو. نبدا نشرح الحركه. قبل ما ابدا اشرح الحركه، لازم تكون بتعرف تعمل حركه البوش اب، الضغط العادي يا شباب. لازم تكون بتعرف تعمل ايه؟ الضغط العادي. الحركه بتاعتنا بقى اللي احنا هنتعلمها هعملها دلوقتي اهوت. بعمل ضغط و بقفز بالشكل ده. كل اللي انا عايزه منك، حتى لو واحده بس، عايز تعمل واحده اتنين تلاته براحتك. المهم ده تحدي التدريب في المنزل، علشان تثبتوا لي انكم انتوا بتعرفوا تتمرنوا او بتتمرنوا فعلا في الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها دي. هنبدا دلوقتي نسخن بس البوش اب بتاعنا العادي. هنعمل حوالي 5 مرات. ها، 1 2 3 4 5. عملت 5 مرات ريست، فك ايدك. نبدا بقى دلوقتي نتعلم البيزكس. هنعمل يا شباب جامب باليدين الاثنين. ركز معايا علشان التحدي يكون بتاعك تمام. وانا بنزل بوش اب اهو، نازل تحت بالشكل ده، وانا طالع لفوق اقفز بايدي كده اهو، 1 2 بس كده. خدت ايدي ايه لفوق. تاني واحد او تاني بروجريشن هعمل نفس القفزه، بس ايدي تتفرد ايه للامام بالشكل ده. ها، وانا نازل داون بطلع فوق بفرك كده، 1 2. جميل جدا. نشوف الحركه على البطيء، برافو. نيجي بعدين للقدمين الاثنين. ها، هعمل وضعيه البوش اب بالشكل ده وانا بنزل للاسفل، يعني هنزل بس بوسطي، وانت بتنزل لوسطك اقفز برجلك. 1 2 3 4، وانزل بمشط رجلك. طيب دلوقتي بقى احنا عاوزين نعمل دمج للحركه كلها. خليك عارف ان الحركه دي عباره عن توافق عضلي عصبي، محتاجه منك تركيز. بسم الله. ها، وانا بنزل بوش اب، 1، وانت بقى طالع لفوق. قبل ما تكمل طلعت البوش اب كامله بالشكل ده، تعمل جامب. الجامب بيجي منين؟ الجامب بيجي زي ما اتفقنا من اليدين ومن القدمين الاثنين. تدفع قدمك الاثنين من مركز الثقل. الوسط ده اسمه مركز الثقل يا شباب. اهو بالشكل ده تاني، وانا نازل تحت، 1. بص وانا طالع، 2. شايفين؟ شفتوا القفزه اساسا بتيجي منين؟ القفزه اساسها بتيجي من الخلف، من عند القدمين. بصوا الدفعه دي، 1 2 3. الناس اللي بتضحك، الناس اللي بتضحك شايفه الحركه مضحكه، بس ما تضحكش عليا تمام. المهم بتيجي من هنا، يعني وانا طالع من بوستي بقوه اهو بضرب. شايفين؟ بضرب. شايفين؟ معاها بقى حركه ايه يا شباب؟ اليدين. ها، نازل بوش اب اهو، 1 تمام. اجين تاني، ها، وانا نازل بوش اب، 2. هي دي الحركه وهو ده التحدي. هل ممكن نعمل حركه ميني تايمز اكتر من مره؟ بس محتاجه منك كده هدوء تمام. اهو يا شباب، وانا نازل بوش اب، 1 2 3 4. يس، ده التحدي. اعملوه وابعتوا لي على الواتساب او على جروب الفيسبوك بتاعي، علشان هعمل فيديو واجمع فيه كل التحديات. كات.